العلمانية لرجال الأعمال، السادة أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أصدقائي الكرام، السادة الحضور. في البداية اسمحوا لي بالترحيب والشكر للمتحدثين معنا اليوم، الأستاذ مروان عبد الرازق رئيس قطاع حقوق الامتياز بالصندوق الاجتماعي للتنمية، المهندس خالد فاروق نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال الـ EGB، الأستاذ تامر الليسي العضو المنتدب لشركة موري كومباني ورئيس مجلس إدارة شركة كونكتورز. وطبعا نشكر شركة موري كومباني لرعاية هذا اللقاء النهاردة. معنا اليوم الأستاذ فؤاد حضرج رئيس اللجنة الاقتصادية، الأستاذ غازي ناصر رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والدكتور نجاد شهراوي وهو جاي دلوقتي أمين صندوق الجمعية. السادة الحضور، يسعدنا أن نلتقي معنا اليوم في لقاء تنظمه لجنة الشباب الجمعية المصرية اللبنانية وبالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال EGB عن دور الفرنشايز في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. ويأتي هذا اللقاء لحرص لجنة الشباب على التفاعل في موضوعات تهم شباب الأعمال والتي تلقى دائما ترحيبا واهتماما ومشاركة طيبة منكم، وخاصة ونحن اليوم نناقش مشروعات الفرنشايز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار إنها الأمل ورهان الاقتصاد المصري للفترة المقبلة. خلونا نبدأ النقاش سريعا مع السادة الضيوف حول تعريف أهمية مشروعات حق الامتياز التجاري أو المعروف باسم الفرنشايز في تنشيط التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل والاستثمار. هبدأ الحديث مع الأستاذ خالد فاروق نائب رئيس الجمعية EGB. يا ريت الأستاذ خالد تعرفنا عن دور الجمعية المصرية لشباب الأعمال في التوعية عن نظام الفرنشايز، وأيضا الاتفاقية الخاصة اللي تمت ما بين الجمعية والصندوق الاجتماعي للتنمية. تفضل. شكرا كريم. يعني ده الأساميز أهميتها إن هي بتمثل 75% من العمارة المصرية، 80% من الناتج المحلي، بتنتشر بشكل لا مركزي، فبالتالي أي تطور بيها بيعود بتطور على فئات الشعب المختلفة، وده اللي إحنا مفتقدينه السنين اللي فاتت. الفرنشايز بيعمل آليات لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آليات فعالية، لأن أنا النهاردة في تجربة نجحت وبالتالي أنا بقدر أنشرها على قطاعات مختلفة. أنا مش بنشر التجربة بس كبراند ناجح معروف، أنا بدأ النوع وبدأ الولد إزاي يعمل بروسس، وبالتالي بخليه ينمو نمو في فكر اللي هو اللي بيسموه مجتمع معرفة. مش بنعمل محل وخلاص، لا، محل في بروسس، في بروسيجر، يقدر يحافظ على المنتج إزاي، يقدر لو عنده سبلاي تشين محترمة إزاي. وحتى خارجيا احنا النهارده بنختلط التكنولوجيا والتطور، فأنا لما بجيب براند من بره بقدر أنقله بطريقة سليمة، وبالتالي بقدر أطور من الاقتصاد ورجال الأعمال وشباب الأعمال في هذا القطاع. الأهم من ده كله كمان أنا لو عندي براند ناجح زي تامر مدريان هو والناس اللي معاه، ده بقت وسيلة تصدير عندي مانيول، عندي بروسيس، فأقدر أصدر النهارده الصناعة بتاعتي أو الفكر التجاري بتاعي بره، ودي وسيلة محترمة جدا. فده كله بيحط الفرنشايز في خريطة يجب الاهتمام بيها، ولكن في معوقات كتير للفرنشايز في مصر، خاصة ما فيش قانون للفرنشايز، على الرغم ان في دول زي البرازيل مثلا جزء من تعويضها كانت معتمدة على الفرنشايز، اللي هي ارقام عالية في الاقتصاد بنفس فكرة الفرنشايز. النقطة الثانية ان البنوك لسه بتعتبر الفرنشايز اي ستارت اب، مع ان الفرنشايز هو نسبة نجاحه في الستارت اب 80% مقارنة بأي مشروع تاني بتبقى 20%، بالتالي في ليس ريسك، المفروض ده ينعكس على القروض وعلى الفوائد، لكن النهارده ده مش موجود. الحاجة التانية إن مفيش الكونسلتنسي اللي يقدروا ينقلوا المشروعات خصوصا الفرنشايزور المصريين كلهم نقلة نوعية ويقدروا يطوروا منهم بحيث إن هم يقدروا يتواصلوا سواء داخل مصر أو خارج مصر، نفترض وجود القاعدة دي قادرة على التطبيق. ومن هذا المنطلق كان الفكر مع صندوق الاجتماعي، طب إحنا لو عايزين نطور الفرنشايز محتاجين نعمل حملة توعية قبل ما نقول الموضوع مش بس فلوس، لا، الموضوع فكر وناس بحاجة ليه في رسالة، ولازم يبقى فيه توجهات من الدولة إنها تساعد عليه. طبعا البرنامج دي عملنا خريطة لمدة 3 شهور ورشوبس، عملنا في المعهد اليونيفرستي، عملنا في الجمعية عندنا، سعداء إن إحنا عندكم، هنعمل مع شباب في الجامعة في جلوبال ويك إن شاء الله كمان أسبوعين، هنعمل سيشن في جرين كامبس، شغالين حملات توعية كبيرة مع مروان تعبير معاك في هذا الموضوع.
وبناخد فكر الناس ونقدر ننشر ازاي نقدر نطور الفرنشايز. الورك شوب بتاعنا بتبقى مع فرانشايزورز وهتفاجئوا ان في ناس عامله شغل رائع في مصر، ولكن اللي هو عنده مانيوال فهو قادر يعمل فرانشايز، لان هو مفيش اليات بتساعد على كده. الفرانشايزور صح المفروض يبقى عنده بروسيس يقدر يعمل بزنس بلان، المفروض انا بجيله بقول له تعالى خد البزنس بلان بتاعتك ايه، هتعمل 1 2 3 وهتكسب كذا، على الاقل دي باخدها بروح البنك، بروح للبنك ممكن اخد عليها قرض. الحقيقه دي حالات تقدر تقول عليها حالات مش كتيره في مصر. فبالتالي الفرانشايزور عايز تطور كتير. الفرانشايزي بيجي تاني، طب هو انا رحت ده هيكسبني ولا هيخسرني؟ في مشروعات كتير ممكن تفشل لان الفرانشايزي ما قدرش يختار او اتخدع بشكل ما مع الفرانشايزور لان القانون مش واضح، وهو مش قادر يفالويت، طب انا مناسب لدي ولا لا؟ طب مين يقول لي ان البراند ده بيكسب فانا اطمن ان هو براند موجود في الشارع وبيكسب ولا تاني بيكسب؟ بس لما اشوف ارقام ده مختلف. ومن هذا المنطلق بدا الورك شوبس، وهنختتم ان شاء الله يوم 22 نوفمبر، او مش هنختتم، هيبقى يعني بدايه مختلفه، لما الحمله هتنتهي 22 نوفمبر باكسبيشن معرض كبير هيتعمل في سيتي ستارز، وعلى هامش حميد كونسلتنت من انجلترا ومن دبي، وزمايلنا برضه في الجمعيات عندهم تجارب فرانشايز ناجحه، الناس من ليجل هيتكلمونا على قانون الفرانشايز يوم 22 نوفمبر. في خلال اللي احنا شايفينه ده من الفرانشايز، شايفين احنا لازم جهود كتير لسه تتحط في الفرانشايز، شايفين احنا محتاجين تضافر من جهات مختلفه. انا سعيده جدا بالجمعيه اللي هي بتشاركنا، واحنا لوكينج فور كمان الجمعيات الثانيه تخش معانا. الجمعيه باصه ان احنا نعمل يونت للفرانشايز وان ستوب شوب، ممكن نقدر نجمع كونسلتنتس مختلفين يشتغلوا من خلال الجمعيه يساعدوا الفرانشايزور والفرانشايزيز. هنتواصل مع جهات اجنبيه، في كونسلتنت جاي برضه من جنوب افريقيا هيدي تريننج للفرانشايزورز، ده برضو عشان نقدر نزود النولج. حابين طبعا عايزين نروح للدوله يبقى في فانز او ممكن صندوق اجتماعي طبعا فانز عشان تقدر تطور من الكونسلتنتس المصريين. عندنا بلان طموحه قوي للفرانشايز هي الفتره الجايه، احنا سعداء ان احنا نتعاون فيها مع الجمعيه والجمعيات المختلفه. وده سؤال كده اتفضل. اهلا وسهلا. طيب متشكر المهندس خالد فاروق. خلينا ننتقل الان للاستاذ مروان عبد الرازق رئيس قطاع حقوق الامتياز بالصندوق الاجتماعي للتنميه. نحن نعلم من الاحصائيات بالصندوق الاجتماعي ان نسبه نجاح الشركات الصغيره بالفرنشايز يعني تتعدى 80% في من السنه الاولى، وكما ان الصندوق قد رصد 280 مليون جنيه مصري قروض لمساندة قطاع الفرانشايز طبعا بتمويل من البنك التنمية الأفريقي بحد أقصى 5 مليون جنيه وبفوائد بسيطة جدا. طيب فهنا منحب نعرف بقى دور الصندوق الاجتماعي في أول حاجة في توفير التمويل طبعا والشروط الخاصة بذلك، وما هو أهم حاجة الدعم الفني الذي يقدم من الاستشارات والتدريب والخدمات إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية. ان صندوق الاجتماعي للتنميه ابتدى سنه 91، كان بهدف، كان ساعتها في الاصلاح الاقتصادي، وكان بهدف الحفاظ على فرص العمل وايجاد فرص عمل جديده لاصحاب المعاش المبكر والمتضرر من الايكونوميك ريفورم، وكمان كان بهدف مكافحه الفقر بوفرتي بالتركيز على الشركات الصغيره والمشروعات الصغيره. بعد كده بقى في قانون بينظم الموضوع بتاع الشركات الصغيره. القانون بيقول ان الشركه الصغيره هي اللي راس المال بتاعها المدفوع 1 مليون جنيه فاقل. من احنا بنوفر للشركه الصغيره تمويل اكسس تو فاينانسينج وادفايزري وكونسلتنج. لقينا ان الموضوع بتاع الفرانشايزنج ده مفيد، لان اكتر حاجه اكتر فتره صعبه جدا للشركه اللي بتبتدي هي الفتره الاولانيه اللي بيبتدي فيها من اول ما عنده الفكره وان يبدا بتنفيذ مشروعه، وبعدين عايز يوصل لحد النمو المستمر. فزي ما حضرتك تفضلت 80% من الشركات الجديده يعني بتقابل مشاكل في هذه الفتره بالذات. من خلال الامتياز التجاري ما بيخليش الراجل اللي بيبتدي الجديد يعيد اختراع العجله، هو بيبدا من حيث انتهى الاخرون. فبالتالي بيعدي مرحلة السيد على اللي هو الفكرة، وبيعدي مرحلة بداية المشروع، وبيصل على طول إلى مرحلة
النمو اللي فيها اوريدي العلامه التجاريه او الشركه الكبيره موجوده بقالها فتره في السوق. الحاجه الثانيه اللي فادت لان المشروع الفرنشايز ده مناسب كمان ان هو بيتيح لصاحب البيزنس بقى اللي في السوق بقاله 5-6 سنين ان هو ينتشر ويتوسع ويصل الى مناطق جغرافيه كان صعب ان هو يصل اليها. بلاش صعب يصل اليها، كمان هتعمله تكلفه استثماريه عاليه عشان يبتدي ينشئ اوبريشن من اول وجديد في هذه المنطقه. فهو بيستعين بخبرات بتاعه اهل المنطقه دي سواء دوله او مدينه، وكمان بيستعيد بالاستثمارات بتاعته في مقابل ان هو بينقل له خبره، بينقل له تدريب مستمر، بيعمل له سبورت، لان طبعا صاحب البيزنس بيكون عايز يحافظ على العلامه التجاريه بتاعته، فمش هيدي فرصه. طبعا احنا في قدامنا في ما شاء الله فلور بيزنس مان كتير وبراندز معروفه، وفي كتير ابتدوا فرانشايز وكملوا او ما كملوش، في مشاكل بتقابله، بس في الاخر صاحب المشروع بيحافظ على البراند بتاعته بقدر الامكان ومش هيسيب الموضوع يقع بسهوله، باعتبار ان المستثمر الصغير او الفرنشايزي ملتزم بالتعليمات والدليل التشغيل اللي موجود. فده مينلي اللي خلانا نشتغل في موضوع الفرنشايز. احنا جبنا الصندوق الاجتماعي بيشتغل مع بنوك التنميه، فاشتغلنا مع بنك التنميه الافريقي وقدرنا نحصل على خط ائتمان بال 280 مليون جنيه اللي حضرتك تفضلت بيهم. من خلال الصندوق الاجتماعي بيتم اعاده اقراضهم للشركات من خلال بنك عوده، من خلال البنك الاهلي وبنك التنميه الصناعيه والعمال. فده البريف قصه الفاينانس وبتخش ازاي في الشركات الصغيره. يعني اعتقد انه هنكون حابين برضو من بعد كده نعرف اكتر ان ديتيلز او ان يعني ان دبث يعني عن موضوع السبورت التقني اللي موجود من قبل الصندوق. احنا في الصندوق الاجتماعي بنعمل ادفايزري سيرفيسز وليس كونسلتنج سيرفيسز، فاقدر اعمل ريفيرل لو بشوف الشركه الكبيره بقول اه والله ده فعلا دليل التشغيل بتاعه ممتاز، محتاج دليل تشغيل اكتر، العقد بين اللي مانح الامتياز التجاري والحصل على الامتياز التجاري او الفرنشايزو والفرنشايزي مناسب، بيغطي كافه البنود اللي تحمي صاحب العلامه التجاريه وتحمي المستثمر. براجع الموضوع ده بلاقيه كويس خلاص، بلاقيه لا ده في مش ما في حاجات ناقصه، نعمل ريفيرل لاحد الكونسلتنتس. طبعا ما فيش عندنا يعني ما بنفضلش حد عن حد، نعمل شورت ليست والعميل هو اللي صاحب القرار بيختار، ما بتتدخلش في اي فاينانشلز يعني، وبالتالي لا نتحيز لحد بعينه. احنا عندنا شورت ليست لاغلب الموجودين في مصر يعني في مجال القانوني والاستشارات. الحاجه اللي بنعملها كمان ان احنا بالنسبه بقى للمستثمر الفرنشايزي ان احنا بنراجع القوائم الماليه بتاعه الشركه من ناحيه الامتياز التجاري. فبالنسبه للفرنشايزي لو انا جاي استثمر مع شركه كبيره محتاج بقى ان انا اجيب حد يراجع الماليات ويراجع العقد وخلافه، فبرضه استثمار عليا او تكلفه زياده، لا دي احنا بنعملها نيابه عن المستثمر. فبالتالي لما بنكون حاطين على الموقع بتاعنا او من خلال الشركاء التنميه بعض برامج الفرنشايز احنا بنكون راجعنا ماليات الشركه دي ومطمئنين تمام ان هي فاينانشلي ساوند ستيبل في السوق وتقدر تتوسع، متاكدين ان هي عندها حصه سوقيه كويسه وعلامه تجاريه قويه تقدر تشيل البراندز. الحقيقه كمان بنهتم جدا ان اللي يبتدي الفرنشايز صاحب العلامه التجاريه اللي هيبتدي يدي فرانشايز يكون عنده 3 فروع او اكتر قبل ما يبتدي يتوسع. وانس ان هو عنده 3 فروع يبقى اذا هو معتاد على موضوع الديستريبيوشن والريتيل والسبلاي تشين، فبالتالي يبقى اسهل بالنسبه له من 3 يوصل ل6 يوصل ل10 يوصل ل50 يوصل ل100. التمويل بتاعنا بيروح اكتر لاتجاه الفرنشايزي المستثمر، ولكن يمكن برضو صاحب الامتياز التجاري اللي عايز يتوسع علشان خاطر يدي فرانشايز بعد كده نقدر نوفر له التمويل اللازم لهذا. في برضو بعض البرامج الاخرى غير برامج الفرانشايز بتسهل منح للكونسلتنج، يعني لو واحد عايز يعمل مثلا اوبريشنز مانيوال ممكن جدا تكون ليها تكلفه قويه. طبعا في عندنا برامج اخرى جوه الصندوق الاجتماعي بتتيح ان انت تاخد جرانت او تاخد منحه طبعا ليها شروط معينه تخليك تعمل موضوع الاوبريشنز مانيوال. ممكن حضرتك محتاج تعمل براندنج عشان خاطر تقدر تبيع فرانشايزنج، نفس الحكايه تقدر هذا الجرانت يغطي. ممكن تكون محتاج تعمل بوينت اوف سيل سيستم
ممكن تكون محتاج تزود نظام المخازن عندك. فعندنا الليست دي موجوده والجرانت دي بتتيح هذا، فده بخلاف الفرنشايز. فالصندوق الاجتماعي في فرنشايز وفي تمويل شركات وفي تمويل مشروعات صغيره وفي اجري بزنس وفي كذا برنامج، وفي برنامج اللي بنحكي عليه بتاع الكونسلتنسي. فبالتالي احنا نتكامل كلنا من اجل خدمه الشركه الصغيره انها تستمر، وان الفرصه فرصه العمل موجوده تكون امنه ومستديمه بقدر الامكان. متشكرك. شكرك. متشكرك استاذ. خلينا يعني ننتقل لاصحاب التجربه في المجال ده ونتكلم يعني مع الاستاذ تامر الليسي، رئيس مجلس اداره شركه كونكتورز والعضو المنتدب لموري كومباني. اعتقد انه يعني عندكم يعني عديتوا في التجربه دي من الفكره للتاسيس للرننج للكلام ده كله، ف يعني كيف عم تحضروا شركتكم لموضوع الفرنشايز، وكيف هنستفيد طبعا من الفرنشايز لنقل الخبرات ورفع كفاءه العماله، وبنفس الوقت خلينا برضو نحط ايدينا على يعني ازاي نقدر نخفض نسبه المخاطره بهذه المشاريع. ممكن برضو البنشمارك اللي هو مطلوب، عرفنا الناس كلها نتكلم يعني كده بالعربي، الناس كلها بتسافر وعارفين مستوى اكشن فود بيعمل ازاي والسيرفس والحاجات كلها، بس انفورشنتلي في مصر ما عندناش برضو البنشمارك قليل قوي. فاحنا طبعا زي ما جماعه قالت والاستاذ خالد والاستاذ مروان اللي بيتكلموا ان موضوع الفرنشايز طبعا بيقول لك نوع هاو وكده، ساعات بيسهلك موضوع الترايل ايرور انك تعمل حاجه وتفشل. يعني ان شاء الله الحمد لله عاملينها كويس في ميموري كو، بس احنا ياما عملنا وقفلنا يعني انا بيرسونلي قفلت تو كونسيبتس قبل كده وماي بارتنر ذا سيم، وقفلنا واحد مع بعض يعني كل يوم الحمد لله الحمد لله. فهو بيلمنيت شويه موضوع ال انك تعمل حاجه وتقعد تجرب فيها وكده، اللي برضه من خبرتنا بتاعتنا ومن خبره شفناها مع ناس كتير قوي، ان ناس كتير قوي يعني بتجيب فرانشايز من بره، فرانشايز كويس قوي وبيتقالوا مشاكل، بس تو ليت ان هو تريلايز، لان انا خلاص انت ما بتفتح ديمان من اول اسبوع كده ديمان المحل، هل الناس بتحبه او ما بتحبوش؟ ما فيهاش. عشان لو تفتح محل يقعد شهر مثلا شغال وحش معايا، لا يا جماعه احنا تعالوا ارجعوا تاني، احنا ظبطنا الاوبريشن دازنت ورك كل اكيد عارف كده. فطبعا لما يكون مع الواحد معاه تولز او معاه نو هاو او كده الموضوع بيبقى سهل كتير جدا. وطبعا لو انت معايا كمان بتدي سبورت ان هو تو ميك شور ان الفرنشايزي ده اولا فعلا بيجيب رايت فرنشايز، وان هو بي نوز هاو تو بوزيشن ات، لان في ناس كتير برضه بيجيب فرنشايز كويسه ومعاها ومعه بريش كويسة كل حاجة، بس حاجاته غيرها قوي هي تبريد the whole thing، ان هو مثلا بيعمل bad position مثلا، او فتح في bad location، او فتح وعمل ماركتنج غلط، او فتح في operation short system، او اي حاجة اي عامل العوامل دي فعلا بتبقى وبتبقى too late، لحد ما بتكون بتتصرف فلوس كتير قوي وقفله كتير قوي اتعملت فيها، وبتبقى ساعات دي motivating ان حد يخش يقوم يقف تاني وعارف بتبقى ساعات يعني عشان نستعمل بطريقة أحسن لو يجيب فرنشايز. طبعا برضه لما يكون عندنا مثلا في تولز زي برضه الجمعية بتعمل اوديتنج على الموضوع ده. لما يجي النهارده الراجل متخرج مثلا ومعايا فلوس وعايز أعمل مشروع أكل، ويجي مثلا وعجبني مثلا برجر إكس مثلا عايز أجيبه مصر، ممكن أتكلم مثلا أكيد حتى برضه معايا حد بيدير برضه ستايل أوبينيون، حد أوريدي واز ذا فيلد، حد كده ان فعلا if you want advice can save you the whole project. Because and we've seen this so many times. حاجات صغيرة أوي يعني. فـ it's good to have guy as someone to guide you في الحاجات دي. أو بيبقى already عنده know how فبس بيديك بس the whole يساعدك to do the whole formula right. إن أنت ماشي النهاردة لقيت الاختراع إكس مثلا started in A class. خلاص A class ده لازم أجيب له محل في كذا ولازم يبقى الكواليتي بتاعته معمولة ازاي؟ هو لازم يفتح التايم فريم كويس، فالشركه دي هي اتس جود نيم بس لما بيجي يبيدوا فرانشايز دي دونت جيف ذا رايت سبورت. فلازم برضه يكون عندك دايما الباك بورد فور وات ايفر بروجكت اتليست ان ذا بيجيننج.
أنا بس حابب ضيف حاجة. حضرتكم يعني فتحتوا شركة كونكتورز، حضرت طبعا كونك رئيس مجلس إدارة، خلقت شركة كونكتورز اللي هي مفترض تبقى وان ستوب شوب لكل البيزنس ستارت ابس من ناحية بقى السبورت والكونسلتنج والكلام ده كله. وبنفس الوقت اتكلمت انه عم يعني ان شاء الله هتكونوا ممثلين للورلد فرانشايز. فممكن تقول لنا اكتر على الحته دي؟ اعتقد انه اوكي. كبيزنس كونكترز انا واستاذ كونكترز ازم عندنا ان احنا كنا بنساعد ناس جايين من بره بيجوا مصر. طبعا راح يجي مصر بيجي مثلا 10 حد من بلد اللي عايز مثلا مكتب، عايز ديزاين، عايز ارض، عايز كونتراكتور، عايز ادفايزر، فاينانشال ادفايزر، ريكروتنج كومبانيز، اي تي سولوشن، بريد هاوسز، حد عنده فكره وعايز حد يعمل له معايا جزئيه، حد عنده شركه عايز يعمل لها ايفالويشن، حد عنده مثلا شركه عايز تكبرها زي فور انفستمنت. فالناس دي من بره يعني طبعا المصريين برضه بيبيعوا ولاد حالات كتيره فبتلاقوا اسعار مع واحد بس بيكرروا في اليوم المصري. فانا وي تراي تو ايليمينيت الحاجات دي ان احنا بنستوب وان ستوب شوب وي نوت يور بيج ان اكورد تو ريكوست اللي بيجي لنا وي ريفير. يعني ممكن النهارده صاحبي جاي بيفتح ريستورانت ماشي يقول لي مثلا احنا عندنا مثلا ايه والليستنج عندنا فور اكزامبل احنا مثلا 50 ديزاينر فاكوردنج تو ذيس بقول لا انا بقول له لا في الاول ريكومند ذيس في كل ذيس في ذي هاف باك جراوند ان اف ام بي تاني ده هيز فيري جود بس ما عملش اف ام بي قبل كده فبرضه ايه بتسهل له to be in a nutshell يعني we try to act on your behalf to get the best vendor or service supplier to save you in all trial and error and save you money in شاء الله. شكرا تامر. خلينا بعتقد انه نفتح باب النقاش اكتر مع يعني الحضور. حابين انه برضو يعني نتشارك مع بعض واللي عنده طبعا اسئله واكيد في استفسارات كثيره الناس عندها ف تفضل استاذ فؤاد. في فكره الفرنشايز احنا محتاجين لكن الرؤيه مفتقدين الرؤيه العامه مفتقدين البيج بيكتشر احنا بنشتغل عليه يجيب خبراء هو مش فعلها دي اهم تمام هو ده الاساس زي ما الاي سي عملت من فتره جابت خبراء عشان تطور الصناعه هي دي النقطه احنا بنحاول نعمل الفتره دي يا جماعه احنا شايفين في بوتنشال في الموضوع لازم يكون في زي ما الاي سي عملت جابت شريك من بره وادت فاند وادت نسبه 50 80% معقول ده لازم يتعمل بالفرنشايز وتعمل كرايتيريا انك تختار الفرنشايز ولازم يكون ربطها بالصناعه إذا احنا نفتقد طرق التسويق فانا بدا نربط محلات بتنتج او مصانع بتنتج نربطها بالمحلات ده هيبقى بريك ثرو للنقل وده يرجع تاني للانيبلنج انفايرمنت احنا سوق حر الصندوق حقيقه اللي عارف يدي للفرانشايزي والفرانشايزور يعني انا خلاص مش قصه انكم مركز على نفسي اللي هو لان احنا مفيش انيبلنج انفايرمنت مفيش الانفايرمنت مساعد الناس تاخد وانا النهارده بطلع البراند بتاعي وخايف ان حد ياخد يعمل له مشكله كفرانشايزي او كفرانشايزورز النهارده الايجارات مثلا بقت عاليه جدا لما حضرتك تقول في انتشار والايجارات بقت رهيبه فالنهارده بالظبط يعني النهارده خلاص اللي عنده حل هو اللي بيكسب مش اللي بياخد ريسك فبالتالي بقى في معوقات عليك لازم زي ما سالتك تقول تشوف صوره كبيره شويه نخرج بره الاطار ان انا بتكلم على حاجات صغيره بيتس اند بيسز في كل موضوع لا انا لازم الفرانشايز دي اليه هي الحل قيم الصناعه انا حطيها صدر يعني حطيها صدر معرفه بره مش شرط بس ولو هجيب معرفه لازم اعرف اجيب ايه انا مفتقد ايه يعني النهارده الدوله انا مثلا بتدور مثلا سولار انرجي فور اكزامبل كل عمال يتكلم سولار انرجي ما عندناش نهار ما عندناش وقتنا احنا ما عندناش نهار الدوله لازم تدي امتيازات انا لو اخدت فرانشايز لحد سولار انرجي اخد امتيازات انت وجه بقى انت عندك مشاكل في اقتصادك عندك مشكله طاقه سواء هتكملها كفرانشايز او كايجنسي او وات ايفر عندك مشكله في الصناعه عندك بعض الصناعات التكستايل في مشاكل ساعد حد ولا هجيب حد من بره في حاجات كتيره ممكن نعملها ودي آلية سهله لحد كبير يعني دكتور نجاة سواء ورا احنا من 20 سنه ما كانش عندك مثلا مطعمين ثلاثه في مصر بجد لما بدا الناس تطلع يبقى عندك دلوقتي الفكر ده ان انت عندك مور سبلاي وعندك مور ديماند هي مش هو ده هيفتح هياكل مني ولا اقول
الفكر ده دازنت اكزيست. بص النهارده انا عندك كام النهارده بعد 20 سنه لو عندك كام مطعم وكام فرانشايز وكام تشين وكل الكلام ده وستيل ما عندكش بنش مارك وستيل النهارده عندك صناعات حاجات كتير قوي لسه فيها جابس في الماركت وعندك الماركت بيستوعب كتير قوي عندك انترتينمنت مفيش سوبر ماركت زي ما حضرتك بتقول من شويه ده مفيش عندك لحد النهارده 86% الناس لسه بتروح البقال والفكاهات وعندك 14% بس سوبر ماركت الاول ليفلز فدي انترتينمنت عندك المطاعم دي كلها ما عندهاش انترتينمنت فور كيدز طب ما المطاعم دي الواحد مش بياخد عشان ياكل هجربها في بيتنا انا باخد عشان انبسط والفوق باخد عشان انا عندي عيله وعندي اولاد طب الاولاد دي يعني انا اصبح هروح مكان يبني حوالي لقمه في الاخر طب انا مش اي صفر مثلا انترتينمنت في مصر معدوم مش هقول لك مفيش بنش مارك معدوم شركه المفروض الموضوع يبقى فعلا احسن من كده في فعلا تعاون اكتر من كده من بره ومن هنا انا سعيد جدا ان الكلام كله تقريبا كلنا متفقين على التوجه الاولاني يعني واحنا جدا جدا سبورت فكره ان احنا بنشجع وزي ما حضرتك تفضلت فعلا بنهتم بالفرانشايزي بنهتم وحضرتك برضه بتهتم بالفرانشايزي فاحنا عايزين نوقفه على رجله بس بعد ما سال حضرتك الاول الحته اللي حضرتك تفضلت بيها برضه مهمه جدا اللي هي انا عايز اطلع بره احنا عندنا كونكشنز بماليزيا دايركت كونكشنز ودايركت كونكشنز بالامارات ودايركت كونكشنز كمان بالخليج يعني جي سي ان جنرال وكمان بامريكا وفرنسا تحديدا يعني الثلاث بلاد اللي احنا نقدر نتكلم فيها وندي فيها بروميسز يعني اول سؤال بنتساله طب النتورك بتاعه الفرانشايزور ده في بلده كام كم فرع فرانشايز اول سؤال يعني دايما بنبقى استكت بالقصه دي هو طب اقول له طب انت زعلان ليه هو مش هينزل هو هيدي ماستر فرانشايزي هو مش هيروح يبيع فرع يعني حاجه هتفتح في السعوديه في الكويت في ماليزيا مش هنفتح فرع انا هدي واحد ماستر فرانشايز وهو يفتح الفروع بتاعه قال لي بس انا كماستر فرانشايزي عشان استثمر عندك عايز اطمن ان انت عندك النوها ولا انا هشتريه ما انا هدفع فلوس مش هشتري نوها هرجع في الاخر بلدي بايه باوبريشنز مانيوال بدراسه ماركت مظبوطه ب R&D فدي نقطه احنا بنحاول نشجعها جدا وبنحاول ان احنا نزق هنا في البلد طيب تعالى يبقى عندنا جود فرانشايز نتورك قويه اطلع بيها النو تايم بره النو تايم الحاجه الثانيه اللي كمان كانت بتقابلنا جدا ان بيقول طيب انا دلوقتي الار يعني النهارده انا خلاص فتحت الفرانشايز واشتريت الماستر فرانشايز بتاع حضرتك اوكي السبورت هتديه لي ايه بقى هو كمستثمر سبورت هياخده ايه فبنحطه والله انا هعمل لك تريننج طب فين ادي تريننج مانوال اللي انت هتدرسه اهو ادي الاوبريشنز مانوال تشتغل بيه ادي اسلوبي في الريبلانشمنت بتاع ادي اسلوبي في التسعير ونجح وبتنجح في كده كان في براند كافيه معروف جدا طلع في لندن وفتح في كده السيركس اهم حاجه كانت فيه ان هما كانوا عندهم جود نتورك في مصر فرانشايزنج نتورك فبالتالي احنا قلنا حتى ان شاء الله في يوم 22/11 اللي هو المعرض اللي احنا بنحاول بنعمله ان شاء الله بنجهزه هتلاقي حضرتك 80% او مور 95% من الاكزيبيتورز ار لوكال براندز وجايبين برده معانا وي انفايتد اكشلي الخبره الاجنبيه اللي هتعمل لي هتخلي البراند بتاعي ده معرض هنا معرض في سيتي ستارز يوم 22/11 كريم معلش حضرتك كريم معلش حك علي كريم معلش طب ممكن تقول يا كريم ممكن تقول يا صاحبي عندنا 22 في الملتقى الفلاني لا ما هو الاي جي بي منظم مع الصندوق الاجتماعي فرانشايز اكزيبيشن يوم 22/11 مظبوط صحيح في السيتي ستارز في اكزيبيتورز يس اكزيبيتورز ديفينتلي طب انا شخص حضرتك مكانك محجوز مفيش مشكله بالنسبه لحضرتك مفيش مشكله وكريم السبب ان احنا هنعالج المشكله مين العارضين يعني مصريه لوكال براندز كله براند مصري في اجنبي قليل ممكن بعد بس ده بس الاجنبي مش عارف كده انا مش عارف ده بعته للجمعيه انا بعت لعم انا بس كان عندي استفسار للاستاذ مروان في النهارده على الموقع الالكتروني في حاجه اسمها فرانشايز مصر او ايوه فرانشايز ايوه فهل ده في كل البيانات عن
يعني الفرنشايز اوبورتونيتيز والماتش ميكينج، يعني ممكن واحد يخش يدور يشوف ايه الاوبورتونيتيز اللي موجوده. الحقيقه احنا الميتنج بتاع النهارده ده جاي في ميعاد جميل جدا. ترتيب احنا بكره ان شاء الله هتبتدي الكوميونيكيشن بلان بتاعتنا عشان الايفنت اللي هو بتاع المعرض تمام 22/11. فان شاء الله حضرتك ثرو السوشيال ميديا والكوميونيكيشن الطبيعيه هتوصل لحضرتك المعلومه عن موضوع المعرض ده. الحاجه الثانيه الفرانشايز ايجيبت، احنا البرنامج بتاعنا عملنا له براندنج عشان دايما بيبقى البرامج كلها بتبقى موجوده والتنميه، وبينتهي البرنامج ما تعرفش تتكلم عليه تقول والله ده سنه فاكر بنشتغل في برنامج تنموي على فبنقول مثلا اي ام سي كان بيعمل كذا، بنقول الصندوق كان بيعمل كذا. فاحنا خدنا التوجه ان احنا وبراندنج البرنامج التنموي بتاعنا وسميناه فرانشايز ايجيبت. من خلال فرانشايز ايجيبت ده بنعمل المعرض، من خلال فرانشايز ايجيبت بنعمل الورك شوبس التعريفيه، ومن خلال فرانشايز ايجيبت عملنا اول بوابه الكترونيه او بورتل يخدم الفرانشايز. كل صاحب علامه تجاريه كل صاحب براند ليه صفحه لوحده. النهارده اتس فري، احنا سبسيدايزنج كصندوق اجتماعي بنتحمل كافه المصاريف بتاعه البرنامج. فكل صاحب علامه تجاريه عنده صفحه، الصفحه الخاصه بتاعته دي بيحط فيها كل الداتا بتاعته، بيحط شروط الفرانشايز، بيحط الميديا، بيحط السكسس ستوريز كموفي او كيوتيوب، بيربط الويب سايت بتاعه عليه، بيخش الراجل بيتباحث عن فرصه استثماريه، عايز في مجال ايه؟ عايز في مجال الريتيل، عايز في مجال الفود اند بيفرج، بيلاقي المجموعه اللي موجوده. الحقيقه احنا مصرين ان اغلب، لو حضرتك تخش ان شاء الله تلاقوا اغلب الشركات براندز مصري مصري مصري. الاجنبي انا ما اقدرش امنعه، بالعكس انا عايزه لانه هيلثي جدا للسوق. يعني النهارده هيلثي جدا للسوق، حضرتك لما باجي انا بتكلم وبقول والله يا جماعه احنا اسوق الفرنشايز في مصر، طب انت عندك براندز ايه؟ بقول له انا عندي فلان وفلان وكمان عندي الكومبيتيتورز سبعه مصريين ثمانيه مصريين. فدي بتدي فعلا فعلا. وحتى لما انا بطلع بقى من السوق وبقول له هو بيدرس السوق بتاعي، انا عايز ابيع في ماليزيا، فمثلا ببيع فود اند بيفرج عايز اطلع بالكونسيبت بتاع حضرتك بره، فهو اول سؤال طب مين الفرانشايز اللي عندك؟ هيلاقي بقى ماكدونالدز وهيلاقي الله، وحضرتك قدرت تعيش في وسط دول؟ عرفت ديفينتلي يو ار سكسس. هتلاقي 12 13 مستثمر بيشتغلوا مع حضرتك. مين وايل برضو احنا بنعمل كونكشنز، ومن ضمن الناس موجوده ان شاء الله جايبينهم في المعرض اللي يقدروا يوصلونا بقى كمان للنتوركس دي، هاو تو براند، ازاي هتعمل براندنج علشان خاطر المستثمر ده يوصل، ازاي نبيع الفرانشايز. وممكن جدا يكون الفرانشايز كونسبت اوفر فاليود، ممكن يكون اندر فاليود نفس الوقت. فاحنا بنعمل الحكايه دي ان احنا ازاي واتس ذا بيست فاليو فور ذس براند، النتورك تاخد كام؟ ممكن حضرتك تاخد مثلا لو قلنا في الانيشال فيز اللي هو اللي بخش بيها النتورك بسميها جويننج فيز $200,000، $100,000، $100,000، مفيش مشكله. طيب في اون جوينج فيز بقى احنا بنسميها مانجمنت فيز، كانوا زمان بيسموها رويالتي. رويالتي صح. فلما ترجمناها انها ايتاو، فايتاو ده انت هتاخد فلوس. طب وبعدين اديتني ايه؟ لا هو انا هاخد الفلوس هاخد الفلوس. فلا الاكشلي الفرنشايزور بيصرف عشان يتابع الفرنشايزي بتاعه، عنده سبورت تيم قوي. فده طبعا احنا الاوانس بتاعتنا بنشرح للمستثمر الفرنشايزي، تعالى انت عارف ليه هتدفع كذا، عارف ليه عندك انيشال فيز، عارف ليه عندك اون جوينج فيز. فالاون جوينج فيز ممكن حضرتك تسعرها غاليه قوي، ممكن تسعرها مناسبه، احنا بنساعد حضرتك تحط الايه بيست برايسنج. السوق امريكاني غير السوق الاماراتي غير السوق الخليجي. احنا او يعني جرى العرف ان انت يمكن نيجوشيت الفيز دي من سوق الى سوق، ولكن في خلال الناشونال او اللوكال ماركت ما تقدرش، لازم تبقى ثابته. فده ان شاء الله في المعرض احنا نحاول نقدم السيرفيس دي، السيمينار اللي احنا عاملينه بالمحاضرات بتشرح النقطه دي بالذات، ونقدر ازاي نتقدم فيها ونطورها.